أول حصن من الحصون التي يحميك الله بها كثرة التسمية بسم الله بسم الله بسم الله عند الأكل بسم الله عند الطعام بسم الله عند خلع الثوب بسم الله عند لبسه بسم الله عند الخلاء بسم الله عند الجماع بسم الله عند كل شيء بسم الله تدري ما معنى بسم الله إن سترا يقول صلى الله عليه وسلم ما بين أعينكم وأعين الجان قولوا بسم الله ولذلك اللي ينسى بسم الله بعضنا الآن بيتعشى وما شاء الله داخل معه خمسة عشر جني الله يجزاه معشن جن الدوحة معه يا أخي قل بسم الله ولا يدخل بيتك قل بسم الله قبل طعامك وبعضنا أحبابي واسمحوا لي هذه بين قوسين ها بين قوسين برموز بعضنا يأتي أهله والشيطان معه ولذلك تلاحظ أن الأطفال الإنتاج المتأخر فيهم شقاوة أكثر من اللازم تقول بعض الأمهات ابني شيطان أحسنتي ما والله وصف صحيح الشيطان سببه أن الشيطان كان معكم حبيبنا يقول لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إذا كتب له الولد لا يضره الشيطان مفهوم المخالفة أنك إذا ما قلت هذا الكلام وأتى ذاك الولد أزه الشيطان أزه اللهم أعذنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم السبب الثاني للوقاية من كيد الشيطان بعد البسملة الاستعاذة أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن عند الغضب ولذلك عند الغضب فورا لذ بالله واستعذ حتى لا يتسلط الشيطان عليه اعوذ اي الوذ التجئ اعتصم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله استعذ بالله السبب الثالث ان تكون على وضوء اللي بعضنا ينتقد وضوءه ويتوقف بدون وضوء، توضا كثيرا، كن دائم الوضوء فان الشيطان لا يستطيع الوسوسه على المتوضئين، واذا احدثت الجنابه وكنت جنوب لا تؤخر الاغتسال، فان الجنابه سميت جنابه لان الجنب لا يستطيع ان يعمل اي طاعه، يجتنب كل طاعه لان الحصانه في بدنه قد رفعت ولا تعود الحصانه لك من وسوسه الشيطان وكيده الا بالاغتسال فاذا اجنبت فبادر بالغسل حتى تبقى طاهره ومن وسائل حفظ الانسان من الشيطان ان تقرا في بيتك سوره البقره بعضنا يا اخوان ما قرا الشريط انا لا اقول الشريط الشريط لا يكفي كقراءتك أنت اقرأ أنت سورة البقرة بعض الناس مشغل شريط يقول الحمد لله البقرة في البيت البقرة هذا القارئ الذي قرأ قرأ في المسجد أو قرأ لنفسه ما قرأ لبيتك الله يجزاك خير اقرأ أنت لبيتك واقرأها وارفع صوتك فإن سورة البقرة إذا قرأت في بيت لا يقربه شيطان بل ولا يستطيع السحر ولا السحرة يستطيع ان يصلوا اليك والى اهل بيتك اذا كانت البقره فيه، ايضا قراءه ايه الكرسي عند النوم والوضوء عند النوم، لا تد... لا تنم الا متوضئا، ما تلاحظون بعض الناس يجيه الشيطان يسمونه العوام عندنا الجاثوم، يجثم على صدره، يخنقه، لا يكاد يدفعه، هذا يسمونه بعض العلماء المس الخارجي، سببه الشيطان موجود عندك صور أي واحد عنده في البيت صور أزلها مجسمات أزلها موسيقى وردح وطن وطن ورقص وها؟ يا أخي أنت مسوي حفلة للشياطين الله يجزاك خير أنت مدخل جميع الشياطين بهذه الصور والمجسدات محمد بن عبد الله صورة في ستارة صورة في ستارة ما أدخلت جبريل البيت فكيف باللي على صدر زوجته ميكي ماوس وعلى صدر طفله باك تبنثر ما ادري وش اسمه الكلب ما ادري ابو ذنب هذا وفي الطفله الثانيه توم والولد الصغير جيري وكلهم صور في صور وفي الجدار صوره وهناك اسد وهناك حيه وهناك فعل فيل ما بقي انت يا اخي كل تحت طاوله ابليس يا اخي يا اخي طهر بيتك حفظك الله من الشياطين واقرا ايه الكرسي عند قراء عند النوم فان الحبيب اخبر من اللي اخبرنا ان اللي ينام ويقرا ايه الكرسي ما يقرب الشيطان؟ هو الشيطان هو الشيطان نفسه قال اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي فانه لا يقربك شيطان اللي قالها لنا الشيطان قال الحبيب صدقك وهو كذوب فاقرأ آية الكرسي ولا تقرأها في صدرك لا ينفعك قراءة سوء آية الكرسي وأنت ترددها في صدرك بل ارفع صوتك الله لا إله إلا هو الحي واصل بصوت مرتل لأن سماعك يطرد الشيطان منك هذه أحبابي تطوافة عجلة ولا أطيل عليكم